إلي. يعني إحنا لما نتعلق لازم إنه إحنا نتخلق، لأنه أنتي لو ما تخليتي عنه معناها راح تختبرين فيه. وهنا أبغى أقول لك إنه الطريق اللي ما أتمنى إنه أحد يسلكه في الحياة هذه، لأنه أنا جربته. لو ما تخليتي عنه راح تختبرين فيه، فتعلمي إنه أنتي تتخلين قبل ما تقعين في الحزن والخوف. تعلمت إنه التعلق خوف وشح، ركزي على وشح، وإنه التخلي حسن ظن برب العالمين، وإنه التوكل وليس التواكل. التوكل وليس التواكل، لأنه اعقلها وتوكل، مو أتوكل أنا وياها، هو المعجزة. والتخلي والله العظيم إنه التخلي بوابة رزق لا يمكن تخطر لبشر على بال، مهما وصفناها، مهما قلنا، مهما تكلمنا، إلا إنه هدايا التخلي أكبر بكثير بكثير. لولا أن ربطنا على قلبها، الرباط هو الأمان، الرباط هو التمسك، الرباط هو المدد. لما يربط الله على قلبك هو يربطه بالسكينة وبالسلام والطمأنينة. بس متى؟ لو أنتي أحسنتي الظن إنه رده إليش، ولو ما رده يرد ليش أحسن منه. عارفة كم كررت الكلمة هذه مرات اليوم؟ لو أيقنتي وآمنتي وسلمتي ورميتيه في اليم، أنتي هنا في مقام الكفاية، لأنه ترى هو الوحيد الجامع بينك وبين ما تبغينه وما تحبينه وما تشتهينه وما تتمنينه، وهو القوي الوحيد اللي قادر على رده، وهو الكافي الوحيد والحافظ من كل شر ومن كل أذى. أنتي ما تحتاجين أي شيء وما تبغين أي شيء غير إنك تتمسكين بالله وبحبله القوي، وترمين كل شيء أدخل الخوف إلى قلبك وملاه بالخوف وبالرعب، وإنه أنتي تنامين وتقومين وأنتي تفكرين فيه، ألقيه في اليم. ترى الآية هذه فيها جبر عظيم، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. لأنه من عظمة العبرة اللي شفناها من القصة هذه أن فرعون هو اللي تلقاه، هو اللي أخذها من اليم، عدوه اللي كان بيقتله هو اللي أخذها من اليم، وزوجته هي اللي حافظت عليه عشان ما يقتل. ولما بحثوا عن مرضعة دلهم على بيت أم موسى هي نفسها عشان تكون مرضعته، وحرم الله عليه المراضع. لما رجع، هل رجع موسى زي ما ألقته في اليم أمه؟ لا طبعا، رجع معاه الخدم والحشم والحراس، ويأكل أحسن أكل ويشرب أفضل شرب ويلبس أفضل لبس. هل أنتي اليوم تقدرين إنك تلقين في اليم كل شيء أنتي خايفة عليه، كل شيء قلبك متعلق فيه ومتولع به؟ تقدرين اليوم تسوينها؟ ترى نزع طفل من أمه ألم لا يمكن إنه يشعر به إلا إنسان مر به. أم موسى لو ما كانت تملك يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى كانت راح تنجن. ولو أنتي أم أكيد أنتي تعرفين الكلام هذا، أو كان أصيبت باليأس أو كفرت. ركزي هنا، الله يشوف أفضل منك ويعرف القصة أفضل منك، وهو محيط بها من كل الجهات، هو ربها ووليها، وهو اللي عارف كيف تبتدي وكيف تنتهي، وأنت مالش إلا التسليم. الموضوع جاء بأمر ألقيه في اليم، وبعدين نهاها قالها لا تخافي ولا تحزني، وبعدها بشرها قال إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. صناعة إلهية لا يمكن لبشر إنه يحيط بهذا الأمر أو يتخيله أو يتخيل مدى الرعاية. دائما أسأل نفسي أقول إيش كانت تفكر فيه أم موسى، كيف كانت تتوقع أن الله راح يرد لها، يرده لها وهو كبير وهو شايب وهو شباب، وهو كيف راح يرد ومتى راح يرده. لو تعلمنا كيف نرمي الشيء كيف نلقيه كان حلت كل مشاكلنا، لأنه بعد ما ألقته في اليم وكبر قال له الله سبحانه وتعالى ألقي عصاك. دائما الله يطلب مننا انه احنا نخف، نشيل من الاحمال اللي علينا. دائما يقولش لا تشيلين هم، انا ربها وانا وليها، القي عصاك، اخلعن عليك، اقذفيه فيه في التابوت. كل ما رفضتي التخلي كل ما تم الضغط عليك، كل ما اصبحت خياراتك محدوده، لانه في حياه اوسع واكبر. بس متى راح تشوفينها؟ لما تتخلين، لما ترمين كل شيء. حتى لما كان يبغى يوريه الايات قال له القي عصاك. والايمان هذا ما يجي الا لما تفرغين خزائنك الارضيه وتعرفين انه عندك خزائن السماء. انه انت اليوم ما عندك فلوس او ما عندك بيت او ما عندك عيال او ما عندك زوج، ترى مو هذا الشيء المؤلم. رفضش انه انت تكوني في الحدث هذا هو الالم، يعني انت اللي تسببتي في حدوث الالم لنفسك، لانه انت ما قبلتي الامر اللي انت عليه اليوم. كل من تخلى ملك، ومن تعلق هلك. القي عصاك، اخلعنا عليك، القيه في اليم. وبس والله يا عمر، اخر شيء سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ومع السلامه، في امان الله.